السلام عليكم أعزائنا الطلبة. الجزء الثالث والأخير في حل شيت الديفيوجن إن جازز في موضوعنا هذا، راح نستعرض سؤال يحتوي على أفكار أيضا عديدة ومتطلبات متعددة. راح نستعرض الآن هذا الإكزامبل. الإكزامبل الموجود هنا قدامنا ده يقول بأنه غاز الأكسجين ده يجري خلال أنبوب. هذا الأنبوب طوله 1 متر وقطره 16 سنتيمتر. أوكي، الكونسنتريشن عند بداية الأنبوب، الكونسنتريشن هالمرة مطينا تركيز، الكونسنتريشن عند بداية الأنبوب هو 30 كيلو مول على متر تكعيب. 30 كيلو مول عند متر تكعيب، يعني هذا عند البداية عند دخول الغاز الأكسجين للأنبوب الكونسنتريشن مالته 30 كيلو متر كيلو مول العفو على متر تكعيب. دي يجري الغاز في داخل الأنبوب، طبعا الأكسجين هو أيضا يحتوي أيضا مع الهواء، هنضخ احنا أكسجين بالإضافة إلى الهواء الموجود بالتيوب، فراح يخرج. فتركيز الأكسجين حيكون عند النهاية، نهاية هذا الأنبوب تركيزه حيكون قيمته 10 كيلو مول على متر تكعيب. 10 كيلو مول على متر تكعيب. الأنبوب أو الأكسجين في داخل هذا الأنبوب هو درجة الحرارة عندنا 20 سنتيغريد، وهنا ما مكتوب التوتال بريشر، بما أنه ما مكتوب راح نعتبره 1 أتموسفير ضغط جوي. مطينا الديفيوزيفيتي قيمتها اللي هي 1.8 في 10^5 متر تربيع بير سكند، هذا قيمة الديفيوزيفيتي اللي هي دي اي بي. عدة مطالب بالسؤال، اول مطلوب the flux of O2، the flux of oxygen. الفلكس احنا نعرفه هو الديفيوجن ريت، الفلكس هو الديفيوجن ريت. اوكي، المطلوب الثاني، انتبهوا هنا طلاب، the diffusion flow rate. flow rate، احنا كلمة flow rate سواء كانت بالdiffusion, concentration, volumetric كلها معناتها شنية؟ الflow rate معناتها عندي حسب اللي دا يريده على شنو؟ على second. يعني مثل يقول لك الديفيوجن، احنا نعرف الديفيوجن هو مولات، يعني مولات على زمن. يريد مثلا فوليومتريك فلوريد معناتها متر تكعيب او سنتيمتر تكعيب على سكند، اذا معناتها مو على اريا مضروب في سكند، فقط على سكند. هنا بنقول كلمه الفلوريد. اوكي طلاب، المطلوب الثالث عندنا طالب من عندنا how many kilogram of oxygen will flow through the pipe in 15 منت. يريد هسه الكميه او كتله الاكسجين اللي راح تمر خلال الانبوب ب 15 دقيقه، فقط يريد كتله كميه الاكسجين. المطلوب الاخير calculate the concentration gradient، يريد انحدار التركيز خلال مروره بالانبوب، يعني ايش قد التركيز راح يقل عند مروره بالأنبوب من بدايته إلى نهايته. فأول مطلوب هو الفلكس. إحنا الفلكس حاليا عدة مسائل وتعرفنا على الفلكس، بس قبل ما أخلي لازم أحدد بالبداية أني الفلكس مالتي أو الكيس مالتي هي شنية. الكيس مالتي عبارة عن أنبوب بس open system يعني من الطرفين، فمعناته الكيس نمبر 2. فالكيس نمبر 2 عادة القانون مالته راح نعتبره، راح ناخذ هاي الصيغة، تريدون هو يحتوي على صيغتين، الصيغة الأولى اللي هي هاي قدامكم، أما الصيغة الثانية بوجود اللوج المين بارشل بريشر اللي هو البي بي ام، فاستخدمت أنا الصيغة الأولى. أوكي، الصيغة الأولى مثل ما نشوفها تحتوي على لازم أنا من أريد أوجد الفلكس على الدي أي بي ثابت، الدي أي بي مطينيا بالسؤال. يحتوي على التوتال بريشر ايضا على فرضا بانه هو الواحد اتموسفير، صحيح هو مذاكره بس راح اعتبره اني واحد اتموسفير في حاله اذا طلاب ما اعطاكم بالسؤال وما مطالبه هو، فمعناتها انا التوتال بريشر
أخذ 1 أتموسفير. قيمة الـ R ثابت، الـ R قلنا ناخذه على حساب الوحدات مال السؤال. التمبرتشر معطيني اياه 20 سنتيغريد. الزت اللي هو مقدار الانتشار كمسافة معطيني اياها هو طول الأنبوب اللي هو 1 متر. بي اي 1 وبي اي 2 غير معلومة. إذا فقط أنا هسه عندي الـ بي اي 1 بهذا السؤال والـ بي اي 2 غير معلومة. فإذا لازم أوجد قيمة الـ بي اي 1 وقيمة الـ بي اي 2. أوكي؟ طبعا أنا قبلها حولت الوحدات السؤال أو المعطيات، يعني أكثر شيء حولناها المتر الموجودة حولناها بدلالة السنتيمتر. أوكي؟ وبتب كيفكم تريدون تحولوها أو ما تحولوها حسب هاي حسب الآر راح تستخدموه. زين، هسه عندي أنا لإيجاد قيمة الـ بي اي 1 والـ بي اي 2، بما أنه هو مطيني بالسؤال عند بداية الأنبوب الكونسنتريشن وعند نهاية الأنبوب الكونسنتريشن، معناتها مطيني سي اي 1 وسي اي 2. باستخدام هذا المعطى اللي هو الكونسنتريشن أقدر أوجد قيمة البارشل بريشر للمادة اي اللي هي الأكسجين عند النقطة الأولى وعند النقطة الثانية. بما انه غاز فراح استخدم القانون العام للغازات، اقول الـ pA شو يساوي لنا؟ التركيز في R في T، سواء كانت 1 او كانت 2، لانه معطيني CA1 ومعطيني CA2. فاقدر اوجد عن طريق CA1 بضربه في الكونستنت R في التمبرتشر راح يطلع لي pA1. فطلعت الـ pA1 قيمته 0.72 اتموسفير. نفس القانون استخدمه بالنسبة للأذر سايد اوف تيوب، النهاية الثانية للتيوب اللي حتكون 2، فمعناتها اوجد قيمة البي اي 2، معناتها شي يساوي لنا سي اي 2 في الار في التي. فظهرت قيمة البي اي 2 قيمتها حتظهر 0.24 اتموسفير. هذا قدرت احصل البي اي 1 والبي اي 2، وبهاي القيمة اللي حصلتها معناتها توفر كل شيء عندي لحساب قيمة الفلاكس. شو راح اسوي هسه طلاب؟ راح ابدي اعوض بقانون الفلاكس. هذا قانون عوضت كل شيء اللي موجود به، ووجدت قيمة الفلاكس 7 × 10^8 كيلو مول على سنتيمتر تربيع في سكند. هذا اول مطلوب لفلاكس. ثاني مطلوب ايش يقول لنا؟ The diffusion flow rate. The diffusion flow rate معناتها اني لازم اتخلص من الاريا الموجوده بالاسفل على مود يظهر لي كفلو ريت، حيصير عندي مول على سكند. فاللي حصلتها بالمطلوب الاول الفلاكس اضربه فقط في الاريا اللي معطيني اياها هو بالسؤال، كمعطيني اياها مو كقيمه مباشره الاريا، معطيني هو الدايمتر اللي هو 16 سنتيمتر. فأقدر أطلع من عندها الأريا. الأريا للباي هو باي دي تربيع، فقدرت أطلع الأريا مال الباي أضربه في الفلاكس يطلع لي الفلوريت ديفيوجن فلوريت. فمعناتها الفلاكس اللي هو 7 × 10^8 اللي حصلتها بالمطلوب الأول أضربه في الأريا راح يطلع لي قيمة ديفيوجن فلوريت اللي وحداته مول على سكند. أوكي؟ المطلوب الثاني يريد the kilogram of oxygen اللي راح يمر بالتيوب بعد مرور مسافة أو بعد مرور وقت بمقدار 15 دقيقة. أنا ككيلوغرام فهي شنو قيمة وزنية. بما أنه أنا عندي الفلوريد طلعت هذه الساعة وبالمطلوب بي، أحاول أحولها هاي القيمة إلى شنو؟ إلى قيمة وزنية. الفلوريت اللي طلعتها مثل ما تلاحظون بالمطلوب بيها سلداء الشر عليها، هاي شنو هي وحداتها؟ كيلو مول على سكند. هذا أول ما أبدي أحول هذا الكيلو مول، شلون أحول هذا الكيلو مول؟ أضربه في الوزن الجزيئي. فالفلوريت أضربه في الوزن الجزيئي مال الأكسجين راح يتحول للفلوريت كمو مولات، هيتحول لفلوريت ككتلة كماس، حيصير عندي كيلوغرام على سكند. من أضرب الفلوريت
بالوزن الجزيئي حيصير كيلوغرام على سكند. أضربها في التايم ل 15 مينت بعد تحويلها إلى سكند، راح أتخلص من السكند الموجودة بالمقام، فيبقى لي فقط الوزن اللي هو كيلوغرام. فإذا هذا اللي هو الفلو ريت في الموليكولار ويت في الزمن، راح أحصل على كيلوغرام أوف أوكسجين اللي راح يمر على طول الأنبوب اللي هو 1 متر بعد مرور 15 دقيقة. حصلنا على 0.8 كيلوغرام للأكسجين. هذا هو المطلوب الثالث. المطلوب الرابع هنا يقول لنا concentration gradient اللي هو الانحدار بالconcentration. عادة أي gradient اللي هو معناتها delta Z over delta C الأفو over delta Z، يعني مثل إذا يطلب من لكم pressure gradient معناتها delta P over delta Z، من concentration gradient delta C over delta Z. يعني الدلتا احنا عادة هي معناتها case 2 ناقصا case 1، يعني الحالة الثانية ناقصا الحالة الأولى، ده يصير عندي انحدار. الحالة الثانية هي 10 concentration، مطينيها 10 كيلو مول على متر تربيع، ناقصا الأولى اللي هي 30 أول ما دخل غاز الأكسجين بالأنبوب، ف C2 ناقصا C1 على طول الأنبوب اللي هو 1 متر، فيطلع لي سالب 20، يطلع سالب 20 كيلو مول على متر للأس 4. فإذا معناتها يطلع لي لازم يطلع لي بالسالب، لأن يصير عندي انخفاض بالتركيز لغاز الأكسجين عند مروره بالأنبوب خلال مسافة خلال وقت مثلا 15 متر من الثانية، أو بعد مرور 1 متر، لأنه هو دي يتحرك بمسافة 1 متر اللي هو احنا أخذنا اللي هي مسافة الانتشار. فهذا هو الانحدار بالتركيز اللي دي يصير عندنا. وفي نهاية إن شاء الله قد استعرضنا في حال الشيت الديفوجن إنجازز بخمسة أمثلة، يكون قد حاولنا نغطي جميع إذا مو معظم اللي هو تجيكم أنماط الأسئلة والمطلوب من عندنا خلال هذا الموضوع اللي هو الديفوجن إنجازز. أستودعكم الله، نلتقي بمحاضرة جديدة إن شاء الله.